السؤال الآن، أين المخرج من المستنقع الأوكراني لبوتين؟ أولاً الإجابة صعبة ومعقدة رغم المعلومات عن سعي الرئيس الروسي لصفقة كبيرة وفق مسؤولين أتراك. الرئيس الأمريكي سبق وأن طرح هذه الإشكالية يوم الخميس متسائلاً كيف سيجد بوتين مخرجاً وأين سيتموضع ليحفظ ماء الوجه ولا يخسر جزءاً كبيراً من سلطته في روسيا. رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين ترفض أي مساومة مع بوتين وتتمسك بمخرج وحيد يخرج روسيا من أوكرانيا، لكن كما نعلم أن الانسحاب الروسي غير مطروح وأقله راهناً. لكن تعثر الحملة العسكرية خطر جداً، ليس على روسيا فحسب بل على العالم، ودبلوماسيون اعتبروا الرئيس الروسي بأنه جريح ما يزيد خطورته. ومع ذلك يبقى من المستحيل كشف نوايا الرئيس الروسي، ولا أحد يعرف إلى أي مدى يمكن أن ينقل هذه الحرب المتعثرة. وكتب المؤرخ الأمريكي تيموثي سنايدر على موقعه الإلكتروني أن الرئيس الروسي يخسر الحرب التقليدية التي شنها، وهو يأمل بأن تردع تلميحاته إلى استخدام الأسلحة النووية الديمقراطيات عن تسليم أسلحة إلى أوكرانيا وتسمح له بكسب الوقت لإبطاء التقدم الأوكراني. كذلك اعتبر الباحث دوريس فون بليدل في مذكرة للمعهد الملكي البلجيكي للعلاقات الدولية أن روسيا تحاول كسب الوقت على أمل أن تنهار الدول الأوروبية أمامها، بالطبع عنصر الغاز والانقسام الأوروبي. أتذكر اتهام بولندا لألمانيا بالأنانية والانتقاد الواضح الذي وجهه ماكرون لواشنطن والنرويج. هذا على صعيد لعبة التوازنات الخارجية. السؤال، ماذا عن الداخل الروسي؟ بعض التقارير الاستخباراتية تشير إلى التشققات. باحثون لمحوا إلى تشققات أو تصدع في جدران الكرملين السياسي طبعاً، واستندوا بذلك إلى ما اعتبروه استياء في صفوف النخب الروسية حيال الهزائم في أوكرانيا، ولا سيما الانتقادات اللاذعة التي صدرت عن الزعيم الشيشاني رمضان قديروف مؤسس مجموعة فاغنر شبه العسكرية المقرب من الكرملين إيفغيني بريغوزين أيضا. كما انتقد عدد من المسؤولين والمشرفين على الدعاية الروسية حملة التعبئة الجزئية التي دفعت عشرات آلاف الروس إلى الفرار من البلاد، معتبرين أنها كانت فوضوية وأيضا اعتباطية. وأشارت الباحثة في معهد كارنيجي تيتيانا ستانوفايا إلى أن النخب الروسية خلافا لبوتين لا تعتبر أن أوكرانيا تطرح مشكلة وجودية لروسيا. مجلة فورين بوليسي تساءلت أيضاً عما إذا فتح بوتين الطريق لسقوطه بنفسه بتصعيد رهانه الكارثي في أوكرانيا. لكن خبراء يشددون على عدم النظر أو التعامل مع التمنيات كواقع، وشددوا على أن التوتر بين أركان ومسؤولي روسيا داخل النظام لا تطال الرئيس الروسي بنفسه.